والدي وما ولد، اللي هو الآن الكلام إشارة إلى مبدأ التوالد. التوالد، لحظة، التوالد، ووالد ومن ولد ولا وما ولد؟ من تستخدم في العقل وما في العقل وغير العقل. طب ليش ما قال ووالد ومن ولد؟ لأنه مش لمسألتين في ظني. المسألة الأولى إنه هو ما بده يتكلم عن أشخاص، بده يتكلم عن مبدأ هذا الخلق العجيب اللي هو التوالد والتوارث والاستمرار في الخلافة، خلافة في الأرض، لأنه عم بده يتكلم عن البلد، لأنه بده يتكلم عن البلد بشك، فهو بده يتكلم إذن عن مبدأ التناسل هذا العجيب اللي بيؤدي إلى الاستمرارية، الاستمرارية بشك. ولا هو الخلافة إيش بالكم؟ والخلافة إيش؟ وتناقل جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل، خلافة بشكل. هذا واحد. اثنين، دائما ما إذا بدنا نعظم شيء، إذا بدنا نعظم شيء، كيف لما بقول وما أدراك، وما أدراك، مش ومن أدراك، مش ومن أدراك. إذا بدك تعظم شو بتقول؟ وما أدراك، وما، إذا ما فيها تعظيم كمان، انتبهتوا كيف؟ لذلك قال ووالد وما ولد، يعني فيها إيش؟ تعظيم. أما لو قال ووالد ومن ولد فيها تعظيم. أنتم شايفين فيها ريحة تعظيم؟ طيب، إذن ووالد وما ولد، إذن تعظيم لهذا القانون، هذا قانون التوالد اللي على أساسه تكون البلاد والحضارات، وهو موضوعنا إيش؟ الولد. الآن البلد، إذا صار عندي أرض لا أقسم بهذا البلد، هذه الأرض، وأنت حل بهذا البلد، رسول ورسالة، رسالة ووالد وما ولد، تعظيم لشأن هذا القانون وما ينتج عنه، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، قانون، قانون المكابدة، المشقة والتعب والجهد والمجاهدة للإنسان، هذا قانون، هذا قانون لله سبحانه وتعالى لنشأة البلاد ونشأة الحضارات، لابد من المكابدة. هون انتبهوا حتى لا يظن بعض الناس اللي بتأفف من الحياة وبتأفف إنه يعني كل هالحياة تعب، كل هالحياة كدح، حتى لما بتكدح للآخرة ولا بتكدح للدنيا كله كدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني هو أولا مش كدح بروح، كل الكدح اللي بتكدحه أنت في النهاية بتلاقيه، دير بالك، لك هذا مش موجود إلا عندك أنت. أنو أنت؟ أقصد اللي عنده خلفية دين، دين وبعد أخروي، اللي عنده خلفية الدين والبعد الأخروي، فيش جهد بروح هباء، فيش إشي في النهاية ولا إشي. لكن شوفوا في المبادئ المادية، في المبادئ المادية ممكن ينهار، كيف لما انهار الاتحاد السوفيتي، جهود من 1917 ل 1990 هب كل شيء ولا إشي. طب واللي كان مسخر حياته من وقت ما كان شاب لحد ما شاب، وهو في هذا المبدأ مثلا النفض الشيوعي، وفي الأخير شاف كل شيء من حوله انفرط وتفاصيل، وين راح أعمالنا؟ وين جهودنا؟ وين كذا؟ هو ممكن يشعر وقتها إنه ضاع جهده، هو بيشعر إنه ضاع جهده. ليش؟ لأنه الخلفية مادية، أما عندك أنت ما بضيع شيء، حتى الغلط بضعش، بده يتحاسب عليه، حتى الغلط تعال، صح وغلط كله، فيش إشي اسمه والله اشتغلنا 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 وفيش. حتى لو كديت وتعبت من أجل عيالك والتفاصيل، وفي النهاية صفت يعني أجر زهيد، هذا أجر زهيد يعني أعطوك إياه الناس، لكن شو وراءه من ثواب عظيم، ومن أمسى كلا من عمل يده أمسى مغفورا له، وتفاصيل طويلة، ما بروح
ولتعظيم هذا القانون، انتبهوا، لتعظيم هذا القانون وحتى لا يظن الناس انه هذا القانون اللي خالقه الله قانون دنيوي، انه عبء علينا وانه مصيبة حلت في البشر، حتى لا تظن هذا، بده يعظم هذا القانون. لاحظوا شو قال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، أنا اللي خلقت، لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن هو عم بتكلم عن شيء عظيم، مش زي ما بظنوا الناس، بظنوا الناس إنه يعني هاي مصيبة وقعت فينا، الحياة كلها مكابدة لا، هذا إشي أعظم مما تتصور. حتى بيقسم هالأقسام الثلاثة: لا أقسم بهذا البلد، إذا أو وأنت حل بهذا البلد، إذا صح قسمين، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن قانون المكابدة، قانون بذل جهد، لأن الكبد، المكابدة على فكرة فيها مشقة وفيها تعب وفيها جهد، هذا أمشيك، هذه حياة الإنسان. حتى لما قال في كبد، في كبد وكأنه مغمور غمر فيه، مشيك تعبير فيه، شو بشعرك إنه الإنسان طالما موجود في الحياة مغمور غمر بالكبد والمكابدة، والمكابدة والمعاناة، مشيك من أول ما تولد أمه وصياحه لحد ما يموت ويبكوا عليه. طب إيش هذا؟ كويس، إيجابي ولا سلبي؟ هو إيجابي، وهو القانون الضروري جدا لوجود الحضارات واستمرار البلاد، واستمرار البلاد. نوضح، إذن لا أقسم بهذا البلد، هاي تكلم عن المكان، وأنت حل بهذا البلد، الرسالة، ووالد وما ولد، مبدأ التوالد المؤدي إلى استمرار البشرية واستمرار الحضارات، لأنه كلام عن البلد. ووالد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أهم قانون، أهم قانون في بناء الحضارات واستمرار البشر، قانون المكابدة. إذا صار عندي موقع جغرافيا، وعندي رسالة، وعندي إنسان خليفة ووالد وما ولد، وعندي جهد وكدح، هذول مهمات. أولا هذول الأبجديات الأولى لوجود الحضارات، الأبجديات الأولى لوجود البلد،